الإسلام نور يقدم لكم دروس رمضانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى والرحمة سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معشر الإخوة، بداية نحمد الله تبارك وتعالى أن أمدنا في العمر فبلغنا رمضان وجمعنا في هذا الفضاء الروحاني المبارك وفي رحاب هذا البيت المبارك الطيب ووسط هذه الأجواء المشرقة لنواصل معا مسيرة الذكر والمذاكرة والتذكر تقربا إلى الله سبحانه عز وجل وطمعا في رضاه ورضوانه. فاللهم اجعلنا من الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم. آمين آمين آمين. تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا في دار البقاء وأن يرزقنا الطهر والصفاء والنقاء وأن يبعد عنا كل هم وحزن وشقاء. أيها الإخوة الكرام، ها نحن في اليوم العاشر من شهر رمضان، ها نحن نتواجد في رحاب مدرسة رمضان. ورمضان، الحق أن رمضان دجل مدرسة. رمضان أشنو وجل مدرسة؟ يفتحها الإسلام كل عام في وجه المنتسبين إليه للتربية العملية على أعظم القيم وأرفع المعاني. رمضان دجل مدرسة يعزم ثوانس الإسلام في وجوهنا نحن وفي وجوه إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للتربية العملية على أعظم القيم وأرفع المعاني. فمن اغتنم هذه الفرصة العظيمة واهتبل هذه المناسبة المهمة وتعرض فيها لنفحات ربه فصام كما أمر الله سبحانه عز وجل وقام كما شرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فقد نجح في الامتحان. ونعيز من كما أمر الله سبحانه عز وجل وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نجح في الامتحان وخرج من هذا الموسم، يعني من رمضان، من المدرسة رابح التجارة مبارك الصفقة. وأي ربح، وذنبوش أن أربح، أعظم من نوال المغفرة والعتق من النار. وذنبوش أن أربح، يمكن خاص تحصل الشك ذي التجارة إهجدك سيدة ربي، خاصة في هذا الشهر، في هذا الموسم العظيم. وذنبوش أن أربح كتا سيدة ربي ذي الشغفة، وذنبوش أن أربح أواني سيدة ربي هذه أشياء عتق، هذه عتق الرقبة النش زي جهنم والعياذ بالله. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. إذن من صام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، نذكر بلي رمضان ديجي المدرسة للتربية العملية على أعظم القيم، ومن هذه القيام معشر الإخوة، وهي أعظم قيمة في هذا الدين، وسترون فيما بعد أنها الدين كله. من عن القماية ضبط النفس، ضبط النفس، وضبط النفس يمكن أخاس عبابي تطهير النفس، أخاس عبار أيضا بتزكية النفس، لأن المشكلة في الأصل، مشكلة المنشين في الأصل، هي مشكلة مع النفس، بمعنى أن ما من إصلاح وصلاح في المجتمع في هذه الحياة إنما ينبثق من صلاح النفس. يعني إذا صلحت الأنفس صلحت الحياة وصلح المجتمع واستقام الجميع على أمر الله. وإذا فسدت النفس وانعكس أو انعكست آثار هذا الفساد على المجتمع وعلى الحياة. والإسلام معشر الإخوة الدين يعتمد في إصلاحه العام على إصلاح النفس. في الإسلام ديجن الدعوة إصلاحية، إصلاح الفرد وإصلاح الجماعة، وبصلاح الفرد وصلاح الجماعة يصلح المجتمع وترقى الأمة في مدارج الكمال. الله تعالى يقول في سورة الشمس: والشمس وضحاها، اتجدى القسم، والشمس وضحاها، نينيون، والقمر إذا تلاها، نينيون، والنهار إذا جلاها، كلمتان، والليل إذا يغشاها، كلمتان، والسماء وما بناها، كلمتان، والأرض وما طحاها، كلمتان. أميد يضغى النفس، ونفس وما سواها، زد، فألهمها فجورها وتقواها، زد، قد أفلح من زكاها، زد، وقد خاب من دساها. لما وصل القرآن إلى النفس وقف وقفة ملية. علاش؟ لأن أمر النفس أمر مهم وخطير للغاية. مش ذومنا أي صلاح ذي الكون من صلاح النفس، وأي فساد في الكون من فساد النفس، لأن النفس البشرية مطبوعة، أو هي نفس يعني ذات طبيعة مزدوجة. النفس البشر طبعا مزدوجة. ما معنى مزدوجة؟ هي مستعدة للخير كما هي مستعدة للشر. النفس البشر ربي هكذا فطرها لحكمة قد نعلم جزءا يسير منها، ولكن لسنا أو ليس في مقدورنا أن نحيط بحكمة الله تبارك وتعالى علما. هذا النفس مستعدة للخير كما هي مستعدة للشر، ولذلك ربنا سبحانه يقول: قد أفلح من زكاها، أي فاز ونجاح. من سوى من زكى نفسه، أي من طهرها ورباها وساساها وجعلها منضبطة بالشرع. النفس ستنضبط بالشرع، راه إلا ما انضبطت بالشرع شاب.
الواقع الحالي، الواقع الحالي يرينا كم يعيش البشر من تعاسة نتيجة لعدم تقيدهم بالحدود التي حدها الله سبحانه عز وجل، نتيجة لعدم خضوع هذه النفس لشرع الله، نتيجة لعدم وجود أو استقامة هذه النفس على شرع الله. فما من إنسان فيه عقل، أي واحد يتفكى شوي مليح خصوصا في ما يجري في الواقع الآن، ومن ديوان الله تعالى به أعلم، خمرت أمد الواقع وما يجري الآن، تدرك أن هذه البشرية أو لو أن كل إنسان أطلق العنان لأهوائه وشهواته ونزواته فإن البشرية ستنتهي في لحظات أو في أيام، أو على الأقل أن الحياة هاته تصبح جحيما لا يطاق، الشنقات وراء حروب، أمراض، أسقام، مؤامرات، حفار إذا شحفار مر منيا سدف هذا النفس التي لم تستقم على شرع الله ولم تتقيد بالقيود والحدود التي حدها الله عز وجل لها. إذن قد أفلح من زكاها أي رباها، وقد خاب من دساها عياذا بالله. ما معنى دساها؟ يعني أهمل نفسه، يعد في نفس الشمس ثويت جاري نفس الشمس ثويت واسي يجيبو الصريمت واسي تقمرات يدي جبدا مشوي، يعني وغاس بوفرينو يذرقاس مروالو فرينو مين دهني هو راجع راجع من تلهوي غك قيام النفس. قد خاب أي مني بالخيبة والخسارة من أهمل نفسه أو من خضع لرغبات نفسه. وتعلمون أنتم تعيشون ترون هذا، أن هذه النفس البشرية لا حدود لرغباتها، الرغبة ديال النفس ديالنا راه ما كتعرفش الحدود. إذن باش نلجموها راه بالشرع نحققوا الاستقامة، وهذا هو الموضوع ديال الدرس، نحققوا الاستقامة. أما بنادم يتمنى أن يبني دارا متوسطة، فإذا تم له ذلك تطلع إلى بناء طبقة، فإذا تم له ذلك تطلع إلى بناء طبقة ثانية، وهكذا. عنده موبيل خصو يدير اللوطو، عنده سيارة بسيطة لا خصني ندير مرسيدس كذا كذا، وهكذا. هذا النفس الرغبات ديالها لا تقف عند حد الدين. الإنسان هكذا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا استثناء. والإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى هو الصيغة الوحيدة للإنسان والتي ينبغي أن تصاغ عليها نفسه وتضبط به أهواؤه وشهواته. الإسلام الدين الوحيد اللي كيضبط هذا النفس، ماشي كيكبتها كما كيقولوا شي وحدين اللي كيتفلسفوا الكبت. احنا ما عندناش الكبت في الدين ديالنا، عندنا الضبط، كنضبطوا هذا النفس. شنو التموبين وزن ماذا تيام برفرينو أبدا، لابد من الفران هكذا كالنفس. إذن بها تضبط أهواؤه وشهواته. ولعل الرمز العملية لضبط النفس هو هذا الصوم المفروض، ما من زمة ما من رمضان إيمانايا، هذا الرمز العملي لضبط النفس في الإسلام هو الصوم المفروض. ولذلك
كان من أركان هذا الدين، ما إن الصيام جعله الله عز وجل ركنا ركينا، قواعد الخمس الأركان الخمس ركنا ركينا في هذا الدين الصوم. إذن ما ينبغي أن نفهم أن الصوم هو صوم عن الطعام والشراب، هذا فهم سلبي. لا، الصيام يجي الشهر ذا مقرار، يجي الصيام الشهر ذا مقرار، حتى الأوروبيين قد زمان بعض تجي تيجي تسميش النوع من الدواء. الصيام ديال الإسلام يجي الشهر ذا مقرار، إذ نفس الشيء نفس الشيء. ولذلك أيضا كان هذا الصيام المفروض طريقا من طرق الوصول إلى حقيقة التقوى. أيها الإخوة الكرام، حين يستمسك المسلم بالعروة الوثقى، المسلم الحق في الحقيقة، أيها الإخوة الكرام، إن المسلم الحق، المسلم الجندمسي الذي استقام على شرع الله، وإنسان تتكامل فيه جوانب الشخصية المثالية فلا تعارض بين قوله وفعله. أمس مجندمسر ميسجد من عبيد، إنسان لا تعارض بين قوله وفعله، وذنب التناقض تعارض من يقع من إخفاء، يعني ما يظهره وما يبطنه، وذنب تعارض. ولا تناقض بين سلوكه وفكره، وذنب التناقض جاء السلوك النس، التصرفات النس، العلاقات النس ديال المجتمع، الجيران ديال المسجد، الزوجة، الحنجان، ذي التجارة، ذي الوظيفة، وذنب التناقض أبدا جاء السلوك النس، التصرفات النس، الفكر النس، فكر سليم، فكر إسلامي. وهذا الفكر الإسلامي أثاره تنعكس كتظهر على السلوكات دياله. شوف أنت كي داير مع الجيران، شوف أنت أيها الموظف الوظيفة نجي العمل شممش تقوات، للتجارة شممش تقوات. فالمسلم المستقيم على شرع الله محال، يستحيل في حقه أو يستحيل أن يتناقض فيه السلوك مع الفكر، بل هو إنسان يتوافق فيه اللسان والقلب مع سائر أعضائه. اللسان والقلب يتوافقان ويتناغمان وينسجمان مع سائر أعضائه.
ما يميل أنه خضع لشرع الله. قال الله تعالى والخطاب موجه مؤمن المؤمنين ماشي الناس عامة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أين يؤمن؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المسلم الحق المستقيم على شرع الله غاسيش غنبوب واضح، غاسيش فتشلو غاسبوثنا نغنبوب لا يتلونوا وديكورو ما غاسيش كورو سجلون لا والو واضح. شخصية المسلم شخصية متميزة واضحة المعالم يظهر ما يخفي، أي ينطق لسانه بما يعتقد وتنعكس عقيدته على جوارحه، وهذا ما يعبر عنه بالاستقامة. عشرة مينوت مهم شي سبدي باش ما نتقلوش على الاخر. دايما قال الاستقامة استقامة شحال ما نشين ديال الصلوات نروح نحسب شحال ما نشين قا اهدنا الصراط المستقيم شحال 22 يوم ما نحسب زي الفجار أشفع الفتاة 22 يوما ونحن نردد في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ناهيك عن النوافل، ما لهاش النوافل، لما يجي الصراط المستقيم؟ تصور وهذا واقع، إذا نمسر في الصف الأول دي الصلاة جميل جميل يحرص على الصلاة في الجماعة وفي الصف الأول، طيب الكلام نسه، ولكنه يتعاطى القمار، يتقمى يتفقد زقوشة ما يتقمى تقلوطو التيرسي موجود وذمس من زادة زمة. شوف شوف التناقض، شوف التناقض خطير. مسلم يصلي يصوم لكنه هذه النفس خساور ما ضبطش نفسه ما استقام على شرع الله، من يتك يحتكر الطعام باش تاني سرعت نار تعيش جلي غلا مهوي، ومع ذلك تبذين سلما أناس مسلمين تجار يحتكرون السلعة يستغلون هذا الظرف فيزيدوا. ايوا ها هي المشكله ديالنا، مشكله مع هذا النفس، مشكله مع النفس. هذه الصلوات وهذا الصيام الا كنتي بهذه الشخصيه ماذا يغني عنك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم يصوم، رب صائم لا حظ له من صيامه الا الجوع والعطش، فلا حاجه لله في صيامك، سير راح تشري تسود روح مرا الصيام غاك وهو تتجاز لا تفادل. صيامك مردود عليك. إذن المسلم الحق هذا هو الذي استقام على شرع الله. خميس سور خلي استقامة. الاستقامة معشر الإخوة أو إذا كان للدين ولدعوة الإسلام أساس وروح فالاستقامة هي أساس الدين وروح دعوته. الأساس الدين الروح الدعوة نس هي الاستقامة، ولأهمية الاستقامة في هذا الدين إذا تصفحنا كتاب الله عز وجل القرآن أنت فديس كلمة الاستقامة الصيغ الاستقامة مستقيم وردت في نحو 47 مرة للقرآن 47 يموان 10 يموان في صيغة الفعل في قوله تعالى
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا في الماضي. في آية مشابهة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من سورة الأحقاف أعتقد، والأخرى من سورة فصلت. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، فاستقم كما أمرت. ووردت في نحو 35 بصيغة أو بوصف صيغة لوصف صراط المستقيم، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يعني أن الاستقامة يعني من عظم مكانتها وأهميتها، أكثر من هذا الله تبارك وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سيدنا بتوجه الخطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد سبحان الله استقم كما أمرت. قال ابن عباس رضي الله عنه قال ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد وأشقى عليه من هذه الآية. ابن عباس قارن قمر من دين زرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين القرآن وهذه النبوش الآية مزيرة شديدة خل النبي صلى الله عليه وسلم نش الآية يا. فاستقم كما أمرت. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى قال عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجن يتخس أبو بكر الصديق يخزى ليس نس يا رسول الله يظهر خك الشيب ينقارج الشيب يغور عك الشيب ينس النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر شيبتني هود وأخواتها اسمي دي شيبنا أمو الناس هود صورة هود وأخواتها أي الواقعة المرسلات الغاشية القارعة إذا الشمس كود إن ما رأى صور أخوات هود لأن ربي عز وجل كي يذكر فيها أهوال يوم القيامة وموقف وذاك الموقف صعب شديد. قال القشيري عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يجني زرع النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله قيجن هاث النذانق شيبتني هود وأخواتها فما شيبك منها ايش يتشبه الناس النبي صلى الله عليه وسلم شيبني قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت. ايش تعملين أنس الشيبين الآية يا فاستقم يا محمد كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ما معنى ولا تطغوا؟ ولا تتجاوزوا حد الاعتدال. استقم كما أمرت يا محمد، الله تعالى يريد دينه كما أنزله
ويريد الاستقامة على أمر دون غلو أو إفراط. إن هناك من يقول خصوصا ذلك الفرق الباطنية كتقول الكرامة أولى من الاستقامة، يعني كيعطيو الصدارة للكرامة. ما الكرامة؟ شنو وجهنا شي نقا؟ شنو وجهنا كيجي الوقت؟ هذه تفغى سوق شي تنظن سي خضان الله يهديك روح روح ستيش الشهر قاسوا زوز عشر الخضا باش يزن صغير ما ينشقوا غاس الكرامة. فالحديث عن الكرامة والاستقامة يعني ربما سنتقر إليه نتطرق إليه في الجزء الثاني، لكن الاستقامة هي عين الكرامة، والكرامة الحقيقية في لزوم الاستقامة. أختم بموقف نجسيت قال السفيان بن عبد الله الثقفي، هذا أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزدجنا على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. نسي يا رسول الله إني ذي الإسلام يجل القول وخسقسي غراذي الجن وحذج غراذي الجن إني نجل القول. قل لي قولا، ماشي قل لي كلمة، فرق ما بين الكلام والقول، لأن القول أعم من الكلام. قل لي في الإسلام قولا، أي قولا حاسما، قولا شاملا، قولا جامعا مانعا، كقوله تعالى: إنه لقول فصل، هذه النبوة ما تفلسفت، وكقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا في قيمته ومقامه. هذا ما يريد هذا الرجل. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام عقيدة وشريعة قولا واضحا لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى شرح. إني نجم يا رسول الله وخسق سغول ديجم واتحدي جيبو غاد في الساعة لا واضح وروح الشمس من دسن النبي صلى الله عليه وسلم. إن السنان يور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إني آمنت بالله زد ثم استقم. راه الإيمان ما خصناش يكون عند ذاك الإيمان الشكلي، إيمان ديال الفلاسفة، حتى الفلاسفة يرومين ومنن ومنن زي صدار بيب الله وإله واحد إلى آخره، ولكن إيمان شكلي سطحي لا يقدم ولا يؤخر. قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على الشرع، يعني ما يقتضيه هذا الإيمان، مقتضيات هذا الإيمان خصو تظهر، ماشي آمنت بالله. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أن يقول آمنت بالله، قال ثم استقم. ما معنى استقم؟ أي ثبت، داوم وثبت على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. آمنت بالله ما هو يؤمن قيوما ومن يسين يقول آمنت بالله، يعني قرص جدد إيمانك. ونحن في مدرسة رمضان نجدد الإيمان، جدد إيمانك متذكرا بقلبك ذاكرا بلسانك لتستحضر جميع أركان الإيمان. وقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، عند هذا الحد أقول ما سمعتم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا محرما، وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا يجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محرما. اللهم اجلنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين،
وعلى آله وصحابه أجمعين، وسلم تسليم كثير من الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.